الماء طهور ونجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، مياه الأمطار والبحار والعيون والآبار وغير هذا، الماء الباقي على خلقته. فإن تغير الماء، إن تغير، يعني إذن العبرة بالتغير، إذا تغير الماء بنجاسة ينتقل من أنه ماء طهور إلى ماء نجس. التغير كيف يعرف؟ باللون أو بالريح أو بالطعم، ذوق، تذوقه، مفهوم؟ طيب، ماء البحار الآن تغير الطعم لكن لم يتغير بنجاسة. ماء مثلا عندنا بحيرة فيها أشجار تغيرت لكن لم تتغير، فهو ماء، لكن العصير هل يصح أن يتوضأ بالعصير؟ هذا خرج، ما تقول ماء الآن، تقول ماذا؟ عصير برتقال، صحيح. لكن عندنا يقال ماء البحر، ماء العيون، ماء الآبار مثلا، فهذا ماء لم يخرج عن كونه ماء. فإذا تغير بنجاسة تغير، فالعبرة ما العبرة؟ التغير. هل هناك حد للماء؟ قلتين وكذا، ترتاح من هذه المسائل. الماء القليل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تتحرى فيه ما لا تتحرى في الماء الكثير وارتاح، لأن حديث القلتين يقول لم يصح. فماذا تصنع؟ تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير، لأن الماء الكثير لو سقطت فيه نقطة من البول تؤثر فيه، ما نقاط ما تؤثر فيه، نعم. لكن الماء القليل هو في الغالب يتغير نجاسة، تغير الماء القليل، فأنت تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير. الأصل في الماء الآن، هذا الماء عندي الآن، هذا الأخ يقول هذا الماء طهور، وهذا الأخ يقول لا نجس، الأصل مع من؟ احنا نريد ضوابط الآن، الأصل مع هذا، لأن هذا الأصل في الماء، هذا يدعي النجاسة، نقول تعال لابد أن تقيم حجة على هذا أنه نجس. قال نعم، تغير اللون لكن تغير بماذا؟ بنجاسة، أو تغير الطعم بنجاسة، أو تغير الريح بنجاسة، مفهوم؟ طيب نعم.